بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان وكل اوان ضد دور كلها امين. كل سنه وانتم طيبين. النهارده هنتكلم عن فضيله من فضائل العذراء. بس قبل ما نتكلم على هذه الفضيله هنسترجع مع بعض كل فضائل امنا العذراء، وهنهتم بواحده بس نحاول ان احنا نتعلم منها فيها. الحال فضائل كتيره قوي، والواحد يعني يتعجب من هذه الفضائل. ويعني أول فضيلة فضيلة الصلاة والتأمل، تاني فضيلة الإيمان وعدم التذمر، تالت فضيلة الاتضاع، التسليم، النعمة، الاحتمال، وآخر فضيلة ودي اللي هنتكلم فيها النهاردة وهي فضيلة الصمت. فضيلة الصمت دي من الفضائل اللي يمكن ربنا أراد السنة دي إنه يعلمها لنا، عشان كده خلانا نحط الكمامة على أفواهنا، خلانا نحط الكمامة عشان ما نعرفش نتكلم، خلانا نحط الكمامة عشان حاجات كتيرة قوي. تعالوا نشوف فضيلة الصمت مع أمنا العذراء. فضيلة الصمت الحقيقة مع أمنا العذراء كانت عجيبة جدا جدا جدا. الفضيلة دي أنا حسيت إنها شاملة كل الفضائل اللي هي العذراء يعني عملتها، بس الفضيلة دي كانت مركزة عليها شوية. تعالوا كده نشوف العذراء بتسمع كلام كتير قوي ولكن لا تعترض، تنظر ولكن لا تتكلم، تصلي كل حين وتعمل في صمت. تسمع، طبعا تخيلوا هي عماله تسمع الكلام اللي حواليها، وبدايتها لما الملاك بشرها وراح بشر يوسف. الفتره دي كانت فتره صعبه قوي، لان يوسف كان بيبص لها بنظرات والناس بره بتبص بنظرات، وهي عارفين ان دي واحده مخطوبه ليوسف، ولكن هي واثقه ان دي رساله من عند ربنا، فما اهتمتش بكل الكلام ده، ففضلت انها تسمع ولكن لا تعترض، تنظر ولا تتكلم، تعمل في صمت، تصلي كل حين. اللي احنا عايزين نتعلمه النهارده عشان ما اطولش عليكم، ان ربنا اراد السنه دي انه يعلمنا فضيله الصمت من خلال امنا العذراء. تعالوا نشوف كده في كام خطوه اقدر ان انا اتعلم من الكمامه وهي على فمي، ازاي ان انا ما اتكلمش، ازاي ان انا اصلي. في ايه جميله قوي في مزمور 39 تقول: قلت اتحفظ لسبلي من الخطا، بلساني احفظ لفمي ككمامه فيما الشرير مقابلي. نقولها تاني: قلت اتحفظ لسبلي من الخطا، بلساني احفظ لفمي ككمامه فيما الشرير مقابلي. ازاي ان انا استخدم الفضيلة دي اللي ربنا سمح لي بيها، زي ما امنا العذراء استفادت من فضيلة الصمت. اول حاجة، خليك كتوم في كلامك، خليك كتوم في كلامك. تخيل ربنا منعني ان انا ادين، منعني ان انا انم، منعني ان انا اتكلم، قال لي خليك قليل في كلامك، حط الكمامة على فمك. خليك مستعد لكل التجارب. طبعا لما انا ببتدي اخد فضيله حلوه وابتدي امشي فيها اكيد هتحارب كتير قوي، فلازم اكون منتبه لكل المحاربات، واي محاربه هتكون جايه ليا اكون مستعد ليها، اكون مستعد ليها بالصلاه. عشان كده ربنا اداني ان انا احط الكمامه على فمي عشان اصلي كل حين. تخيل وانت ماشي في الشارع تقدر انك انت تصلي، تقدر انك انت تقول مزاميرك، تقدر ان انت تقول صلاة يسوع وانت حاطط كمامة على فمك، محدش هيشوفك ولا حد هيحس بيك وانت رافع قلبك للصلاة. زي ما امنا العذراء كانت دايما الصلاة هي مصدر قوتها ومصدر صبرها ومصدر رعايتها ومصدر احتمالها ومصدر كل نعمة ليها. احسن وقت هتعرف تصلي فيه هو وقت ما انت حاطط الكمامة على فمك، متحفظة بيها في قلبها. كل كلمة انت بتسمعها
كل رسالة بتجيلك من عند ربنا بلاش تقولها، لكن شيلها في قلبك. تخيل العذراء جات لها رسائل كتيرة جدا جدا جدا، وسمعت رسائل كتيرة جدا جدا جدا، لكن أخذت كل الرسائل دي متحفظة بيها في قلبها. يمكن ربنا سمح لنا بالكورونا عشان يوصل لنا رسائل كتيرة جدا جدا جدا، كل رسالة وصلت لك اتحفظ بيها في قلبك، لأنك أنت لما هتتحفظ بهذه الرسائل في قلبك هتقدر وانت قاعد وانت بتصلي تفكر في الرسالة اللي ربنا عايز يبعتها لك. ومن العذراء كان عندها فضائل كتيرة جدا جدا نقدر ان احنا نتعلمها، بس السنة دي احنا حبينا نركز على الفضيلة اللي ربنا عايز اقول كده عمل سبوت عليها، وهي فضيلة الكمامة، فضيلة الصمت. نتعلم الصمت، ان احنا ما نتكلمش، ولو اتكلمنا نتكلم قليل، لكن ربنا أراد إن هو إن إحنا نصلي معاه أكتر، نتكلم معاه هو أكتر. كل حاجة ربنا عايز يوصلها لنا يوصلها لنا ويقولها لنا، فنشيلها متحفظين بيها في قلوبنا. ربنا يديني ويديكوا إن إحنا نتمتع دايما بكل فضائل ربنا بيعلمها لنا بشفاعة أمنا العذراء. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، أمين.